يقول شلون اقدر احصل على بايسيكل دوسلها واني متواجد في منطقه في حي العامل. عبد الله وكل الاشخاص اللي راسلوني طبعا كلهم تابعين للبرنامج للحمله من بدايتها الى الان، وكلهم يتمنون يحصلون على بايسيكلات، واحنا نتمنى كلهم فعلا يحصلون على بايسيكلات. ان شاء الله جاوبون اجوبه على اسئلتنا اللي راح تكون من ضمن مسابقة المعلومات اللي تكون في كل حلقة، وأيضا تنضمون ضمن جولات حملة دوسلها في بغداد وباقي المحافظات. هسه خلينا نترك الفيسبوك ونروح على مقولة أو قد تكون معلومة تخص البايسيكل اللي هي نعرفها خلال كل حلقة من خلال سوالف بايسيكل. إذن خلينا نروح نشوف اليوم سالفتنا بالبايسيكل شنو بالضبط. طبعا بعد ما شاهدنا مجموعه من الطلبه والاساتذه المدارس والجامعات من ديوانيه ومن سامراء، وايضا في خلال الحلقات السابقه شاهدنا من عده محافظات تفاعل كبير من الطلاب والاساتذه انضموا الى حمله دوسلها. الان راح اتعرف على مجموعه من الموظفين يعملون في مشفى في محافظه ديالى. خلينا نروح لديالى حتى نتعرف اكثر على الموظفين وكيف ممكن راح يستخدمون البايسكل وشلون ممكن راح يخدمهم بتنقلاتهم من المكان اللي يسكنون به الى المستشفى. اذا خلينا نروح الى ديالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول مرة أريد نتعرف عليك، أنت شنو شغلك بالمستشفى؟ والله أنا سايق سيارة حوضية. نعم. نقل المياه. نقل المياه. إي نعم، وسقي الحدائق. نعم. إيش قصرك أنت تشتغل بالمستشفى؟ تقريبا 2003. 2003؟ نعم 2003. زين تعرف السوق بايسيكل ما تعرف؟ أعرفه تقريبا عمري 10 سنين، كنت ما أنوش البايدر يعني وها أسوق البايسيكل. إي نعم أسوق البايسيكل. زين فكرة البايسيكل يعني شو تشوفها انت شلون يعني بالنسبه لوضعنا تنقلاتنا، يعني بيش راح تخدمك كصحه كتوفير يعني وقت؟ والله ركوب البايسكل بفوائد هوايه بصراحه، يعني من ناحيه الماده الماديه يعني الاقتصاديه نقول والرياضيه والبيئيه نفس الوقت. صديق البيئه. صديق البيئه نعم. وفوائده بالنسبه للموظف او للعامل، يعني حاليا احنا نمر بظرف صعب، من نطلع الصبح للدوام نلقي ازدحام بالسيطرات تكدسات كذا، ما نوصل الدوام يعني الا نص ساعه او 3 4 ساعه فوق دوام. نعم. فالبايسكل بفائده هوايه يعني تختصر الزمن. انت شنو موظف هنا خدمه؟ اي موظف خدمه على الصيانه. على الصيانه. اي ان شاء الله على الصيانه. كم صار لك تشتغل؟ صار لي تقريبا 8 اشهر. 8 اشهر. اي زين شلون يعني هسه البايسكل لما اعطيناك اياه بيش راح يفيدك وانت تستخدم البايسكل بالراحه والجايه مالتك، لو شلون ترتب حالك؟ اي بالعكس يعني هاي كل زين، بينما كنت بالكيات من اجي اتاخر ساعه ما اصل، بس هسه بالبايسكل يعني ما تطول، خمس دقائق ما تطول. زين شو تشوف البايسكل انت تستخدم البايسكل تعرف يعني بالبايسكل يعني تروح بي تجي تستخدمه هوايه لو بس يعني يعني قضاء وقتك بشغلك؟ بالعكس البايسكل استفاد من عنده احسن من السياره. شلون؟ يعني امارس شغل بي. اولا اشكر قناه الشرقيه واشكر الدكتور سعد البزاز على هذه الفرصه. والله احنا من كنا صغار كان بهاتنا دائما يوصلنا يعني يقول لي من ينجح من تنجح اخذ لك بايسكل، من تنجح اخذ لك، شجعنا على الشيء وتعلمنا على الشغله هاي الحمد لله واشكر. يعني ايش قصر لك السوق بايسكل؟ والله من انا صغير تقريبا حول عمري خمس سنوات. خمس سنوات. نعم. الله يطيب طول العمر. يعني هسه ايش قد عمرك انت وتستخدم البايسكل؟ هسه عمري 57. 57 اي مواليد 57 عمري 57. زين شلون تنقلاتك بالبايسكل؟ يعني شلون تحس يعني بالبايسكل كرياضه كوسيله شلون؟ والله هي اولا رياضه، ثانيا تخفيف الوزن، تنشيط الدوره الدمويه، يعني بها فوائد هوايه. نعم بها فوائد هوايه. نعم. زين البايسكل انت ما عندك بايسكل ولا ما عندك بايسكل قديم؟ والله انا كان عندي قديم هذا قبل يسموه انجليزي فليبس. نعم. هذا كان اخذ ابويا لي بذاك الوقت دينارين، اخذ اتذكر. نعم. اللي حد الان. نعم. دينارين اخذ عندي. نعم. اي والله هسه ما عندي بايسكل. هسه مالك؟ هسه عندي صار بايسكل شرقيه. شنو عمله؟ رئيس الممرض يعني. رئيس الممرض. اريد يعني ايش البايسكل راح يفيدك؟ يعني انت تتنقل بالبايسكل تعرف السوق؟ والله حقيقه احنا شبينا على البايسكلات. نعم. احنا حاليا مجال العمل مالتنا
الطرق الخارجية اللي نوصل بها مدن مناطقنا صعبة شوية، يعني بها ازدحام تقريبا، فإحنا لازم نجينا من وقت، لازم عندنا وقت محدد نداوم به، وقت محدد نرجع به لهنا، فيفيدنا بعدة أمور. إحنا نشكركم على هذا الجهد الجبار، إنه هو أساسا هو صحبي ورياضة، وحسب ما قلت لك يعني اختصرنا المسافة. علي عماد، في شغل أريد نعرف أنت بالموظف شنو؟ طب الأسنان. موظف خدمة؟ إي زين. عامل خدمة. هسه البايسيكل أنت جاك، يعني شو شفته بالبايسيكل؟ يعني شلون راح تكون تنقلاتك به؟ شلون يعني راح تروح وتجي؟ أوفر به، يعني أحسن من المصروف، أي أحسن من السيارة. وبالازدحام هم يفيد. زين، عندك بايسيكل ولا ما عندك بايسيكل؟ لا ما عندي. ما عندك بايسيكل؟ ما عندي. زين هسه جاك بايسيكل، شلون تستخدمه؟ والله أروح بي وأجي. أروح بي للدوام وأجي أروح البيت. هم راح تفطر بي، تروح تتسوق بي، تروح على أصدقائك. أي. زين أنت فرحان بالبايسيكل؟ أي نعم. أكيد فرحان. مرحبا. عيونا مرحبا. الله نعرف أنت موظف شنو بال؟ والله طبعا موظف خدمة. إيش قصة لك تشتغل؟ صار لي 7 سنوات. زين. أريد نعرف أنت علاقتك بالبايسيكل شلون، يعني تستخدم البايسيكل ولا ما تستخدمه؟ والله هسه بوجودكم وبوجود أشكر سعد بزاز اللي ما قصروا ويانا وما قصروا ويا أي عراقي صراحة، نحكي بدون أي مجاملة. إن شاء الله هذا البايسيكل يوفر لي حاجات أكثر، يعني إذا أشوف يعني ازدحامات أو شيء فهذا يفيدني بغير شغلات، يعني يعني أنا أروح وأجي ومسافة بيتنا يعني قريبة، بس ازدحامات شوية أتأخر عن دوامي، بس بطريقة الدراج الهوائية اوفر، يعني اجي من وقت الدوام، يعني من كل الظروف. مصاريفك ايضا راتبك يمكن هم نعم راتب ما يعيني. والحمد لله والشكر اللي شرقيه ما قصرت ويانا وطتنا هذا هديه، وهي يعني مو تقول اول مره ثاني مره، شرقيه معروفه. واريد اشكر سعد البزاز، واذا اقول الله يطول بعمره وما مقصر ويانا باي شيء، الحمد لله والشكر. زين ايش قصر لك انت تسوق بايسكل بالمدرسه؟ كان عندك بايسكل احكي لنا. صراحه الوضع يعني قبل شلون الظروف، يعني مو مثل هسه، والحمد لله والشكر. وابقى اكر بدون اي مجامله. سعد بزاز ما قصر ويا اي مواطن عراقي. والحمد لله والشكر اللي نطلبه من، يعني نحسبك كاب لنا، والحمد لله والشكر. بس هذا راح يفيدني اروح اجيبي للدوام، راح اطلع بي مثل راح اشوف اصدقائي اللي ما شايفهم. وما طالع مثل طلعه، يعني اشوف الوضع هو شلون. فالبايسكل وفر لي ايضا، هذا متين منه يعني، والحمد لله وشكر. السوق أكثر راح تدخل بيه أنت مرتاح، لأنه بدون سيارة يعني تفوت داخل الحمد لله، ومن كل شيء بعد وحملة دوسلها. أريد أشكر الشرقية على الجهود الطيبة اللي ما قصروا يعني، يعني صراحة ما قصروا يعني بأي شيء، والحمد لله وشكر. شكرا لك. عيون أهل وسهلا. خلي نشوف هنا الأخ. طبعا أول مرة خلنا نعرف أنت موظف شنو. رحيم عامل بالطبع العدلية. رحيم خلنا نعرف أول مرة عمرك إيش قد أنت؟ عمري أنا 42 سنة. كنت أتمنى يوم من الأيام أصعد بايسكل وأروح بطريق وأجي بطريق، وهاي الخلفلة على الشرقية وفرت لنا هذه، لأن مصاريف راتبي مو شيء، وطرق تدري بسيارات وزحامات، وهذه أقدر أجي من وقت الدوام أقدر أرجع من وقت أصل للبيت، ومرة أروح للسوق أسوق العائلة، أجي مسواق وأجي، والحمد لله والشكر. والشرقية والله سباقة هي بهالشغلات ما ندوس لها. ونشكر سعد بزاز إن شاء الله، وعمره طويل إن شاء الله. انت رياضي لو هيك شيء؟ مو رياضي. اي رياضي. شلون شلعب والله زين. ها زين رياضي. طوبه لو شلعب طوبه. اي يعني هذا ايضا راح يخدمك يمكن بال اي في رياضي. يخدمنا بالرياضه، يخدمنا بالمشي مالته، هذا شويه رجليه تتشنق هذه. اي واضافه الى مصاريف، وهو صديق اضافه يعني. على مصاريف وهذه يعني يفيدنا بهواي اشياء، مسواق للبيت هذه اخذه نعم يعني. حمله دوسلها انت متابعها مالك البرنامج؟ اي متابع. شوفك انت تحب تشارك ويانا؟ والله احب اشارك وياكم وهذا و... نعم يعني انت شاركت ويانا يعني، كنت يعني تتمنى تشارك ويانا يعني؟ كنت اتمنى اشارك وياكم، انا مش شفتكم من هناك، جيت وجيت لهنا. نعم. فانت صحيت لي قلت تعال. نعم. نزلت انا ويانا وهذا. نعم. ونزلت وياك بالعافيه عليك البايسيكل. بارك الله فيكم ورحم الله والديك. يا مرحبا بك، شكرا لك. بعد ما شاهدنا مجموعة من الموظفين اللي يعملون في هذه المستشفى انضموا إلى حملة دوسلها، بنهاية حلقتنا راح نتعرف على آخر شخص راح ينضمنا في نهاية هذه الحلقة. رجل كبير في العمر، تجاوز العمر 60 عام، راح ينضم إلى حملة دوسلها.
لان عنده روح شبابيه وبنفس الوقت دفعتها انه يواصل نشاطه الرياضه. خلينا نروح نتعرف عليه اكثر ويتكلم لنا عن تجربته الشخصيه مع البايسكل. المواطن عزيز محمد إسماعيل من محافظة السماوة، عمري 63 سنة، أمارس الرياضة من 68-69 وكنا طلاب. بصراحة كنت أمارس رياضة البايسيكلات وصار سباق مع المدرسة من قضاء الخضر للسماوة. فإلي ذكريات بالبايسكل هي توصلني من مكان إلى آخر بالنسبة حتى أزاول الرياضة. مثلاً أجي أطلع من البيت من الغربي أوصل بي للجسور، فأركنا البايسكل ولا أستمر بالركض. فالرياضة الحقيقة يعني متعمقة بجسدي، ما أقدر أفارقها يعني، حتى لو كان مطر باردة حارة لازم أنا الصبح أمارس هاي الرياضة. البايسكل بصراحة بفوائد عديدة وخاصة لتخفيف الوزن ونشاط القلب. والبايسكل بصراحة مو بس للشباب يعني، كبار السن أيضا يقتادوا ويمارسوا، لأنه البايسكل صديق البيئة. والبايسكل بفوائد مثل ما قلنا للقلب وللجسم، وإحنا بدورنا نشكر كادر الشرقية لأنه قدموا كثير من البايسيكلات إلى بهذه المحافظة، وبصراحة صار تشجيع كثير على هذا الشيء، مشكورين. نتمنى الصحة والعافية لهذا الرجل اللي هو متقدم بالعمر، إن شاء الله دائما يستخدم البايسكل ويستفاد من عنده من خلال تنقلاته، وطبعا هو بفائدة من ناحية الصحة وأشياء كثيرة احنا عرفناها خلال حلقات دوسلها. اليوم سؤال حلقتنا كان كم عدد الدراجات الهوائية اللي صنعت في العالم؟ كم عدد الدراجات الهوائية؟ وصلتنا إجابات عديدة، خلي أقرأ بعض الإجابات. مثلا عندنا جواب من حسن يقول عدد الدراجات هو مليار، جواب من مروة تقول عدد الدراجات هو 1.5 مليون، هو أما 1.2 مليار يا أما 2.2 مليار، يعني بهالحدود. إجابات كثيرة صحيحة، لكن بالأخير أكو قرعة، القرعة دخلت كل اسم صحيح وكان ويانا فائز واحد. الآن راح يوصلني الاسم الفائز ويانا الحلقة اليوم اللي هو كان إجابته صحيحة. طبعا الجواب الصحيح هو عدد الدراجات الهوائية في العالم مقدارا هو 1.2 مليار دراجة، أي نسبة دراجات لكل أي نسبة دراجة لكل 7 أشخاص، وهو ضعف عدد السيارات اللي تعمل بمحركات. طبعا إجابات كثيرة صحيحة كانت 1.2 مليار، بالأخير راح يكون في شخص واحد فائز بس واللي هو اسمه أكرم حميد. مبروك أكرم حميد، أنت الفائز بحلقة اليوم. راح تحصل طبعا هدية من حملة دوسلها دراجة هوائية. أتمنى من عندك تراسلنا على صفحتنا في الفيسبوك، تبعث لنا عنوانك أو رقمك حتى نتواصل وياك ونتراسل وياك وتوصل لك هديتك من حملة دوسلها. احنا مستمرين في بغداد وكل المحافظات، خلال حلقاتنا القادمة راح يكون انضمام أكيد أشخاص جدد للحملة، وخليكم متابعين عبر الشرقية أكبر حملة في العراق حملة دوسلها. إذن انتظرونا في الحلقات القادمة، في أمان الله.